انعقاد المؤتمر في هذه الظرفية أعتقد بأن فيه شجاعة كبيرة، على اعتبار أن جل الأحزاب المغربية الأخرى أجلت مؤتمراتها إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتالي فالرهان الذي أعتقد يأخذه الحزب هو تجديد الدماء أولا في هياكل الحزب، ثانيا إدخال فعاليات أخرى، ثم بعد ذلك الحفاظ على الثوابت، وربما سيكون هناك نقاش حاد حول المذهبية الحزبية التي ترتكز ما زالت ترتكز على الأصالة والمعاصرة. وأعتقد بأن هذه المناقشة التي جرت يوم أمس واليوم تؤكد بأن هناك حيوية في الحزب، حزب الأصالة والمعاصرة. يعني شباب الأصالة والمعاصرة كنتمنوا أن هذا المؤتمر اللي هو الثالث من نوعه أننا نخرجوا يعني بقرارات اللي غادي تزيد بالحزب ديالنا القدام، فكانوا يعني حنايا مرينا حنا حزب يعني مازال يمكننا نسميو راسنا مازال حزب في طور النمو، دونك تعرضنا لبزاف ديال يعني الضغوطات وبزاف ديال لي زونتراف في الهدف ديالنا، دونك كنتمنوا أن الرهانات اللي جايين اليوم بها غادي نحققوها. جينا المؤتمر الوطني الثالث للحزب ديالنا حزب الأصالة والمعاصرة، اللي حنا مقبلين على استحقاقات ان شاء الله في شهر شتنبير بحول الله وقوته، وانه كنوجدوا له الاستحقاقات بواحد يعني روح وطنيه وواحد يعني جهد ان شاء الله بحول الله، يعني مقبلين كاننا كشباب يعني نكونوا في التطلعات ديال البلاد ديالنا ان شاء الله بحول الله. يعني فاش كنقرا هاد المرجعيه هذه قريت الكتاب كامل اللي عطاونا، ما لقيت ولا كلمه واحده ولا سطر واحد تيهضر على الصناعه التقليديه، مع العلم ان المغاربه ما يقرب من 46% حتى 54% تاع الشعب المغربي صانع تقليدي، اللي ما باه صانع تقليدي خوه، اللي ما نجار تريسيان اللي ما تريسيان بلومي. فكنشوف علاش هاد الناس هادو تيتغاضوا، مع العلم ان الصناعه التقليديه تحتضر في بلادنا. واش هاد الناس كيتسناو حتى يجي شي حزب من الاحزاب الوطنيه ويتبنى الصناعه التقليديه اللي حنا يبقى فينا حنا كاصالتهم؟ خصهم يشدوا الصانع التقليدي يشدوا بيديه ويديروا في المراجع ديالهم ويديروا نصب عينيهم، لان الصانع التقليدي راه مقهور عبر التراب الوطني.